النهارده كان في بعض القرارات التحكيميه في مواجهه الاهلي وايسترن كومباني، المواجهه الكبيره اللي فاز بيها الاهلي بنتيجه كبيره. بعض القرارات التحكيميه للكابتن ابراهيم نور الدين اثارت بعض الجدل، حاله 2-3. هنعرف عدد الحالات اللي ممكن تكون عليها علامات استفهام في مباراه اليوم مع كابتننا الكبير محللنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد صباح الفل، مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبار حضرتك ايه مشرف؟ والله الحمد لله بخير، الحمد لله. ايه اللي حصل بقى في مباراه النهارده؟ انا عارف ان انت عندك قول حاسم في ضربه جزاء ايسترن كومباني الاولى. يعني احنا هنتكلم على الماتش مجملا. كريم احنا هنتكلم يعني الحاجات الكويسه والحاجات برضو اللي مش كويسه في المباراه. هنتكلم على الايجابيات الاول. الهدف الاول للنادي الاهلي هدف صحيح، التسلل ما كانش موجود، المساعد خد القرار في الملعب والبار حط خطوط بطريقه صحيحه وهدف سليم للنادي الاهلي اللي تم تسجيله الهدف الاول. ركله جزاء النادي الاهلي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم المباراه، وده اللي مطلوب في كل مبارياتنا ان الحكم يعتمد على نفسه قبل ما يعتمد على الفار. مراجعه صحيحه من حكم الفار وركله جزاء صحيحه النادي الاهلي. الكره كانت الاهم بالنسبه لنا في اللقطه دي، ان الكره الخطا اللي حصل باهمال الركبه في الركبه المدافع مع مهاجم النادي الاهلي، لكن كان الاهم بالنسبه لنا ان الخطا حصل والكره كانت داخل الملعب. ده مهم جدا، لو كانت الكره خرج الملعب ما كانش فيها ركله جزاء، وبالتالي ركله جزاء صحيحه وقرار صحيح من الحكم ومراجعه صحيحه من الفار. الخطا الاكبر في المباراه هي ركله جزاء ايستر كومباني في نتيجه 2-0 للنادي الاهلي، وركله جزاء سهله كان ممكن الحكم يحتسبها، ولعب المهاجم لايستر كومباني لعب الكوره ومحمد هاني اهمل وما وصلش للكوره، وبالتالي ركله جزاء سهله لم تحتسب لايستر كومباني. غريبه ان الحكم الفار ما استدعاش الحكم، كان في حوار حصل بينه وبين بعض طبعا ما نعرفش اللي حصل في الكلام ايه، لكن في الاخر الحكم لما يتم استدعائه وما خرجش يشوف اللقطه في ولقطه سهله جدا احتسابها، وكل الدنيا النهارده شافتها ركله جزاء صحيحه لايستر كومباني لم تحتسب. طب ليه كابتن ابراهيم نور الدين ما طلعش يشوفها؟ لا انا ما اعرفش الحوار يا كريم اللي حصل بينه وبين حكم الفار. على فكره حكم الفار اللي موجود وائل فرحان من حكام الفار المميزين في الدوري المصري منطقه اسماعيليه، واثق في كفاءته يعني، بس انا مش عارف النهارده هو غير موفق بعدم استدعاء ابراهيم او السبب ايه عدم خروج ابراهيم، انا ما اعرفش تفاصيل اللي حصلت. طب اسالك على حاجه، لو استدعاك كابتن ابراهيم نور الدين انه يروح يشوف الفار، لازم الكابتن ابراهيم نور الدين يروح ولا ممكن يقول لا خلاص مش هروح عادي براحتي؟ لا وجوبي لازم يروح، وجوبي طبعا بروتوكول الفار. ما دام تم استدعائك من حكم الفار في لقطه تحكيميه بيقول لك انا في احتماليه ركله جزاء شايفها انا، فانت هتروح كحكم هتروح وجوبي تروح لشاشه الفار، وساعتها لما توصل شاشه الفار الحكم الفار هيوريك اللقطه، وساعتها القرار الاخير هو للحكم. اللقطه المهمه كمان لقطه الغاء هدف الاهلي رامي ربيعه. الخطا موجود، اختلف بس مع ابراهيم في الانذار غير مستحق، لكن الخطا موجود من ايد رامي ربيعه مع حارس المرمى، الخطا موجود وكانت سهله جدا. انا يعني ابراهيم اعتمد على نفسه كتير في الملعب، فكان سهل جدا يعتمد على نفسه في اللقطه دي ويحتسب ركله حره مباشره لايستر كومباني بدون رجوع الفار. الفار استدعاء سليم، الغاء لابراهيم الهدف الغاء سليم، وبالتالي كان قرار سليم من حكم المباراه. احنا قدامنا ساعات قليله وهيبقى في اجتماع لاتحاد الكوره، وربما يتم الاعلان عن وجود خبير تحكيم اجنبي لاداره التحكيم المصري. رايك ايه في هذه الخطوه؟ والله يا كريم انا رايي محدد، ان احنا عايزين تحكيم كل الناس تبقى مبسوطه منه، مش مبسوطه منه انها لصالحها، لا العداله تبقى موجوده طول الوقت من التحكيم المصري. عندنا مشكله في التحكيم بقالنا فتره وبنعاني بندور في دايره واحده، ان كل الناس بتشتكي من التحكيم. نتمنى سواء خبير اجنبي او اي حد، في الاخر احنا بنتكلم ان عايزين تحكيم عادل في الملعب، لان عصب المسابقه هو التحكيم. التحكيم كان جيد وكل الناس حست بالعداله في الملعب، هتلاقي المسابقه تعلى وكل الناس تبقى مبسوطه من المسابقه نفسها. مسابقه الدوري المصري مسابقه كبيره، الدوري المصري مشاهدته كبيره، لكن طبعا عامل التحكيم عامل مهم جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاتحاد المصري لكره القدم، نتخذ القرار الصواب في تطوير التحكيم ودخول التحكيم بشكل محترم الفتره اللي جايه، لان مهم جدا التحكيم ثم التحكيم. طبعا معلوماتك مين المرشح؟ والله انا قريت زي كل الناس ان في تواصل كابتن جهاد لسه معايا؟ طيب هنحاول نعاود الاتصال مع الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه. بكره قرارات مهمه جدا
بكره قرارات في اتحاد الكوره مهمه جدا. طيب رجع لنا تاني كابتن جاد. كابتن جاد كابتن كريم مع حضرتك، مين بقى المرشح؟ ما قلنا قرينا ان مارك جاتنبرج من ضمن المرشحين، وفي في مرشح تاني ما تمش اعلان اسمه. بغض النظر احنا في الاخر نتمنى القرار يبقى قرار صائب في الاتحاد المصري لكره القدم لتعديل المسار. احنا في اللي سنين بكره قرارات الشعب المصري، مش انا بس ولا حضرتك بس، طبعا الشعب المصري بالكامل مستني قرارات تعديل المسار. صحيح. في كل الاتجاهات في الكره المصريه، سواء تحكيم، سواء منتخب، سواء اداره فنيه للاتحاد، هنتكلم كله مستني بكره قرارات تعيد المسار الصحيح للكره المصريه ان شاء الله. سالتك النهارده سؤال ودي كده، مش هقول اجابته، سيبك تقول اجابته انت على الهوا. لو فرضا عرض عليك تبقى رئيس لجنه الحكام المصريه دلوقتي، تقبل ولا لا؟ بص يا كابتن كريم، مفيش حكم مصري مثل مصر في محافل دوليه، وش كان شرف ان هو يمثل مصر كحكم مصري موجود في محافل دوليه، يقدر في وقت من الاوقات يبعد عن التحكيم. يعني اي واحد فينا، اي مش على جهات بس، على اي حد فينا مثل تحكيم مصري في محافل دوليه ورفع اسم مصر قبل ما تقال اسمه بدل الحكم المصري فلان الفلاني، ما يقدرش يبخل على التحكيم في اي وقت من الاوقات. فبالتالي اي حد شرف ان يتقدم التحكيم المصري، وكلنا مساندين لاي حد يبقى موجود يدير التحكيم المصري الفتره اللي جايه. كابتن جاد انا بحيي حضرتك على ذكائك مبدئيا، يعني مبدئيا وانا بختم يعني. كابتن الكبير كابتن جاد جريش حكمنا الدولي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.